أشعتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النبات على ضوئها وينعم بالدفء كل الورى فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر الواحد فمن ذا له في الضحى ساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم مشاهدينا الأفاضل هو يوم الفاتح من نوفمبر العام 2021 ميلادية، والجزائر تحيي اليوم اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، كانت في يوم الفاتح من نوفمبر العام 1954. كل عام والجزائر بفضل الشهداء الأبرار رحمه الله بخير، والجزائر بفضل المجاهدين الأخيار بخير، والجزائر بفضل أبناء الوطن المخلصين بخير. عظيم هو أول الفاتح من نوفمبر، عظم تحرير بلاد وعباد من مستدمر غاشم، وحررت هذه البلاد بفضلها تحرر 12 دولة إفريقية. عظيم هو الفاتح من نوفمبر، عظم رجال فجروا الثورة، آمنوا بالوحدة، نصروا الله فنصرهم وثبت أقدامهم. نوفمبر ملهم الأمم والحضارات، نوفمبر صانع الرجال والانتصارات، نوفمبر نظرية ونظريات في الدراسات، نوفمبر خالف كل السيناريوهات ليعيد ترتيب الأولويات وينسج أروع حبكة للحكايات على وزن نوفمبر البطولات في جزائر المعجزات. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Thank you.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى رحاب برنامج الضحى، هذا العدد الخاص بالفاتح من نوفمبر. وإن اختلفنا في سائر الأيام، علينا أن نجمع اليوم بأن للجزائر تاريخ، بأن للجزائر شهداء. علينا أن نجمع اليوم بأن لنا وطن غالي غالي جدا على أنفسنا. كم هو الحمل ثقيل اليوم بهذه الأعلام، ليس من السهل أن يرتدي اليوم الجزائري هذا العلم الوطني. كان في يوم من الأيام محرما على الجزائريين أن يرفعوا الراية الوطنية عالية على أرض الجزائر. اليوم الحمد لله تعالى نتوشح هذا العلم، هذا العلم الغالي على النفس. إن شاء الله تعالى يعطينا الله سبحانه وتعالى القوة، يعطينا الأمان، يعطينا السلم، يعطينا الأمن، ويعطينا العلم أيضا إن شاء الله تعالى، لنرفع هذه الراية عاليا في سماء بلادنا الحبيبة الجزائر. نخدمها إن شاء الله تعالى بكل صدق وبكل ما أوتينا من قوة، ولا ننتظر من الوطن إلا أن يكون في قلوبنا وأن نحبه ولو بشق قليل، كما أحبه مصطفى بن بولعيد وحسيبة بن بوعلي وعميروش وسلحواس وغيرهم غيرهم كثر رحم الله. نجمع اليوم على أن هؤلاء كانوا أبطال، ولهم الفضل اليوم في أن يصدح صوتنا من خلال بلاتوهات تلفزيون الجزائري المحرر ومن خلال كل الوسائل الإعلام الجزائرية. نحتفي اليوم ونبرز الصورة الحقيقية التي أرادها هؤلاء إن شاء الله تعالى في جنة الخلد. إن شاء الله يرانا اليوم في داخل الوطن وفي خارج الوطن، يرى صوتنا، يرى تاريخنا المجيد. هي ثورة بخلفيات علمية وبخلفيات فكرية، هي معجزة حدثت في الجزائر ذات يوم من الفاتح نوفمبر. إذن مشاهدينا الأفاضل، نسعد بخدمتكم اليوم عبر قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، وأعتقد أن كل وسائل الإعلام اليوم في الجزائر مجندة لإبراز هذا الزخم التاريخي القوي الذي ليس له مثيل في أنحاء المعمورة. ندعوكم أو هذه دعوة من قناة القرآن الكريم للبقاء معنا إن شاء الله تعالى مزيد من المعلومات والإفادات عن ثورتنا المجيدة. إذن والبداية ندعوكم لمتابعة هذا الروبورتاج حول حب الوطن، نعود بعده بحول الله تعالى، ابقوا معنا. حب الوطن إحساس فطري يعبر عنه المواطن الجزائري بطرق عدة، قد يخرج حاملا الراية الوطنية فرحا بانتصار أو إنجاز عاد على البلاد بالخير ورفع العلم عاليا، افتخار يعزز انتماء الجزائري ببلده. يمثل العلم الوطني هو الشيء الثاني بعد الإسلام، وهو وطنيتنا التي لابد أن نتحلى بها ككل مواطن جزائري. الترابو هو كلش، هو جزائر، هو شهادة، هو الدم، هو الوطن، هو كلش. شرف لي يا أخو، ماذا بي أنا نقول أنا جزائري وبابا جزائري ويما جزائرية ودارنا كاع جزائريين يا أخو. وانا افتخر اني جزائريه، هو ربي سبحانه وصلنا بالحب الوطن، حب الوطن. وثاني الاسلام اصلا عندما دفع الوطن تاعنا، الاسلام وصلنا بالدفاع عن الوطن تاعنا. هو بلدي ويعني رمز من رموز العالم الاسلامي ككل. العمل على انماء الوطن، الدفاع عن مقدساته، مفاهيم اكدها الاسلام وغذاها. فالنفس السوية بطبعها تألف موطنها الذي فيه ولدت وعلى مهده نمت. الجزائر وطننا بما تحميه، بما تحمله من هذه المعاني،
بأنها وعاء لهذا الإسلام. أين هو الإسلام؟ الإسلام في هذا في هذه البقاع. أين هي العربية؟ العربية في بلدها. هذا الوطن هو هذا المعاني كلها مجتمعة، حب الإسلام، حب العربية، حب التاريخ، الانتماء إلى الأمة الإسلامية. حتى لما يتكلم مفدي زكريا عن أول نوفمبر يقول نوفمبر وجددت في الجزائر أبطال بدري، هذا المعنى. فالجزائريون يحسون بانتمائهم إلى أمة عريقة. كنت حين تقول أنك جزائري فأنت مسلم، أنت ابن الفاتحين طارق بن زياد وموسى بن نصير وكل السادة الصحابة الذين مروا منها، وعقبة بن نافع المدفون هنا في الجزائر. فالجزائر تتشرف بأنها تضم رفاتا صحابيين من صحابة أو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الانتماء للوطن نابع معناه من الدين. ففي زمن الاستدمار الفرنسي عاش العلامة ابن باديس محاربا الجهل والأمية، حبا لوطنه، وغرس حبه في النفوس حتى شبت على الإحساس بالواجب، وهو الذي قال أنا أعيش للإسلام والجزائر. وقال العلامة ابن باديس إنما ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل، والنسبة للوطن توجب علم تاريخه والقيام بواجباته من نهضة علمية واقتصادية وعمرانية، والمحافظة على شرف اسمه وسمعة بنيه. فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه، ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه. حب الوطن إذا أطلق إنما يقصد رمز ما يمثله هذه الرقعة الترابية، ما تمثله من أمجاد، ما تمثله من تاريخ، ما تمثله من انتصارات، من علماء، من عمق ضارب في الإنسانية. الإنسان الذي يسكن في رقعة معينة يتميز عن غيره بهذه الأمجاد، بهذا التاريخ، بهذا العمق. هذا الذي يقصده الإمام عبد الحميد بن باديس. الجزائريون يشتركون في انتمائهم إلى هذا البلد الجزائر، تجمع بينهم أواصر التعاون والتكافل، وتشعرهم بالواجب اتجاهه، وهذا ما حث عليه الإسلام وعززه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذا اليوم الخاص الذي نخصصه للحديث عن الفاتح من نوفمبر، خلفية تاريخية وعلمية ورؤية شرعية دائما تصحبكم قناة القرآن الكريم برؤيتها المتميزة لمختلف الموضوعات من هنا وهناك. نرجو مشاهدينا الأفاضل أن تكونوا معنا أوفياء في المتابعة. بعد قليل ضيف الضحى إن شاء الله تعالى. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيل أو لا
كم هو جميل هذا الوطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا في خدمته وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقه إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الأفاضل، لازال البث متواصلا على المباشر من قناة القرآن الكريم، نخدمكم إن شاء الله هذه الصبيحة المباركة من الفاتح من نوفمبر إن شاء الله تعالى في الخير. قناة القرآن الكريم دائما خلفيات علمية ودينية وشرعية دائما نصحبكم فيها من خلال كل ضيوفي هذا البرنامج الخاص بالثورة، اندلاع الثورة التحريرية المباركة. نسعد باستقبال الدكتور العبيدي علي، أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة وزرعة. السلام عليكم سيدي، صباح الخير. صباح النور، مرحبا وسهلا. نعم، أيضا معنا الأستاذ أمين بدقة كالعادة كل يوم اثنين. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا دكتورة خليدة بك وبضيفينا الكريم وبكل مشاهدين الكرام. شكرا لك أستاذ أمين بدقة. في البداية نستهل الحديث أستاذ أمين بدقة عن أهمية حب الوطن وعن الشهادة في سبيل الوطن، حتى ربما نعطي هكذا خلفية شرعية ورؤية علمية، يعني صح التعبير دينية، لما قام به الأسلاف، لما قام به الأجداد، أنه من صميم الدين وكان الدين هو الأساس الذي انطلق به العمل الثوري. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يكفي أن كلمة السر في الثورة المباركة في جهاد نوفمبر 54 كانت عقبة وخالد، يعني عقبة الفاتح وخالد بن الوليد المجاهد سيف الله المسلول. فالثورة المباركة جهاد نوفمبر 54 كان جهادا، ويكفي للدلالة على أصله الديني أن المجاهدين لم يرضوا إلا باسم مجاهد، ما سموش روحتهم ثوار أو مقاومين، لكن سموا روحهم مجاهدين. والجزائر هي من البلدان القليلة أو الوحيدة في العالم اللي عندها وزارة المجاهدين، والجهاد هو كلمة دينية محضة تدل على بذل الغالي والنفيس وبذل الجهد في سبيل الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اعتدنا الحديث على ركن تفاؤلوا خيرا، والذي يريد أن يرى التفاؤل فليرى في شهر نوفمبر. نوفمبر هو شهر تفاؤل بامتياز. ما الذي دفع تلك الجماعة من الشباب، كلهم شباب، إلى التضحية بكل ما كانوا يملكونه في سبيل الله تبارك وتعالى؟ شوف أنت شباب ناضوا بكل حسابات الدنيوية تقول يعني مستحيل أن يحققوا ما حققوه، لكن كان الذي يقودهم في ذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهؤلاء واجبنا تجاههم، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء المجاهدون الذين نحن اليوم نتكلم عن الحرية ونتكلم على الدين وفي قناة القرآن الكريم، إنما كان هذا بسبب هذا الذي بذل. فكما قال زكريا، مفدي زكريا شاعر الثورة: نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بعث فينا اليقينا. يعني شهر نوفمبر هو شهر اليقين وتجديد اليقين. صحيح. إنسان لازم يكون عنده يقين في الله وحسن الظن بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله تبارك وتعالى جعل النصر مع الصبر والفرج مع الكرم. هذه قواعد نؤمن بها، لحب يشوف تجسيد هذه القواعد فلينظرها في شهر نوفمبر، شهر الجهاد وشهر أيضا الشهداء. احنا الرقم السري ولا الرقم الذهبي المعروف به الجزائر 1.5 مليون شهيد. ونصف مليون شهيد، لكن مؤخرا كانت الإحصاءات الرسمية أنه أزيد من 5 ملايين. والدكتور موجود لتوثيقها. أكثر من 5 ملايين شهيد، فهذا شرف وهذه مسؤولية لنا نحن. صحيح. أحفاد هؤلاء المجاهدين والشهداء. أستاذ أمين بدقة، الحمل ثقيل كثيرا اليوم جدا، حتى نحتار ماذا نقوله، خاصة وأنني ألبس اليوم العلم. أعتقد أنني ربما لست خفيفة بل ثقيلة، وأحسب حساب لكل كلمة. وكذلك، لكن نسأل الله عز وجل أن يقدرنا. فكما هنالك الجهاد بالسلاح، هناك الجهاد. صحيح. بالكلمة. صحيح. هناك الجهاد بالمال. البذل في سبيل الوطن. صحيح. البذل في سبيل الوطن هذا لا ينقطع. صحيح. وأذكر الآن لما انتشرت الإشاعة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان اللي فشلوا قال: ما الذي وقع؟ قالوا: استشهد أو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان مات فقوموا فموتوا من أجل الذي مات من أجله. يعني الآن
إذا هؤلاء الشهداء بذلوا أرواحهم ودماءهم ولا يملكوا أكثر من دمه، فنحن فلنبذل من أوقاتنا ومن جهودنا من أجل أن نحيا من أجل الذي ماتوا من أجله. الآن هم هذا المشهد، مشهد ذهاب أبنائنا إلى المدارس، مشهد ذهاب أبنائنا إلى المدارس القرآنية والزوايا والمساجد والجامعات، هذا المشهد هذا إنما تيسر اليوم بعد تضحية هؤلاء المجاهدين. فربي قدرنا على ذلك إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أمين بدقة، دائما أنتم دائما معنا في التأصيل الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في خلال هذه الجلسات. آمين. أستاذ دكتور علي العبيدي، تشرفوا اليوم بحضورك معنا. شكرا لك. دائما التأصيل العلمي مهم جدا في مثل هذه المناسبات العظيمة، مناسبات التي تحييها الجزائر. أستاذ، ظروف داخلية وخارجية ساعدت الثورة التحريرية المباركة على الاندلاع، على أن يفجرها هؤلاء الشباب الذين آمنوا بالوطن، آمنوا بالرسالة الثورية، والآن نعيش بفضلهم هذه الحرية. أستاذ علي العبيدي، أسألك عن ما الذي لم نعرفه بعد من خلال الدراسات العلمية في الجامعة، وأنتم أيضا تشرفون على عديد الرسائل الجامعة في الجامعة في الجامعات الجزائرية، ما الذي أظهرته الدراسات العلمية عن الثورة التحريرية المباركة؟ ما هي الخلفيات العلمية التي لم نعرفها بعد ونريد أن نعرفها اليوم في هذه المقامات الإعلامية من خلال قناة القرآن الكريم في الجزائر؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى 67 لدلع الثورة، ليس أمامنا إلا أولا الترحم على الشهداء الذين سقطوا في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن، ونرفقها بالتحية الخالصة لأولئك المجاهدين الذين ضحوا وما زالوا أحياء. أتمنى لهم إن شاء الله طول العمر والصحة الجيدة. كما لا يفوتني أن أرحب بأستاذنا بدقة، وتشرف بلقائه اليوم الذي كنت أسمعه دائما عبر قناتكم ولا أعرفه، لكن الآن بشرت بوجوده سيدي. وحينما أستمع إليه أطمئن على المعلومة وعلى المفهوم الذي يصلني. فشكرا لحضورك معي، وشكرا لدعوتكم الطيبة. لا شكر على واجب. طبعا التاريخ مجاله باب مفتوح دائما ولا يغلق نهائيا، ولذلك فمهما بلغنا أو مهما بلغ الباحثون ومهما بلغ المؤرخون من تسجيل المعلومات وتدوين المعطيات، تبقى دائما عملية البحث مستمرة ومفتوحة. وبالتالي فقبل قليل الأستاذ ذكر الرقم الذي أذيع مؤخرا وعين مؤخرا كرقم رسمي، يعني زيادة على 5 ملايين تقريبا. يعني ممكن رسميا نعم صحيح، ولكن في الحقيقة وفي الواقع يستحيل شخص ما يثبت أن هناك عدد معين بالضبط، بل هو أكثر من 5 ملايين وما يفوق كثير، وإنما فقط الإحصائيات الرسمية التي دونت. لأننا حينما ننظر إلى المجال الزمني أو طول المدة التي بقى فيها الاحتلال الفرنسي في الجزائر هنا، يعني يستحيل أن يكون يمر يوم بدون قتل وبدون استشهاد. وبالتالي فالإحصائيات التي تدل على عدد السكان في بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال يستحيل أن تكون في العدد الذي وصلنا إليه، هو 10 ملايين غدا الاستقلال، انطلاقا من هناك قولان 3 ملايين في بداية الاحتلال وهناك 10 ملايين حسب عثمان خوجة. لكن مهما كان العدد فقطرة دم واحدة فهي غالية، فما بالك بملايين الأمطار المكعبة من الدماء، وشخص واحد غالي فما بالك بملايين الأشخاص. وبالتالي فتضحيات الجزائريين لو نقيسها بالعدد فهي رهيبة جدا ولا تكفي، ولو تستمر فرنسا ربما ملايين السنين وهي تعتذر لن تفي حق الاعتذار الحقيقي. لهذا نعود إلى التوثيق. صحيح نحن في الجامعة ندرس بعض الوثائق الجديدة وبعض الشهادات الحية من طرف بعض المجاهدين، ولكن الوجود بين أيدي الطلبة وبين أيدي الباحثين غير كافي ولا يحيط بكفاح وبجهة الجزائريين. هذا فقط إذا تكلمنا عن 7 سنوات ونصف، فبرك نتكلم عن 130 سنة من الجهاد. إذا خاصة إذا كان يعوزنا التوثيق، وتعرفون أن الأرشيف الجزائري سلب ونهب ودمر،
وبالتالي ف يعني نحن نتأسف على هذا الضياع الكبير والبحث الكبير من المعلومات، لكن الذاكرة إن لم توجد على الورق فهي موجودة في دمائنا. نعم أستاذ علي العبيدي، يعني هناك خلفية فكرية يعني متميزة وعلمية لانطلاق الثورة التحرير المباركة، هذه في حد ذاتها معجزة. يعني كيف يمكننا أن نرى أو كيف يمكننا أن نؤصل لهذا الفعل الحضاري الذي لم يكن لديه، ربما لم تكن هناك جامعات وآليات وخلفيات ثقافية وفكرية متعددة، ونحن نتحدث عن 132 سنة من الوجود الاستعماري في الجزائر، فكيف استطاع هؤلاء بخلفية يعني بسيطة هكذا وفي الحقيقة هي عميقة أن يفجروا ثورة، ثم هذه الثورة تبقى نبراسا لكل الدراسات بل لكل الباحثين وكتاب السيناريوهات داخل الوطن وخارج من شتى أنحاء العالم، جلبتهم هذه الظاهرة وهذه المعجزة لدراستها بخلفيات متعددة. ما هي المعجزة التي حدثت في الفاتح من نوفمبر؟ قبل ما نجاوب السؤال هذا فقط طرحت السؤال الأول، قلت ما هي الظروف التي كانت تحيط بدلع الثورة الداخلية والخارجية. تعرفين أن في 1954 وما قبلها، يعني نعود حتى إلى 1930، يعني مرور الألفية المئوية الأولى على وجود فرنسا في الجزائر. نعم صحيح. الأوضاع كانت دائما تسير من سيء إلى أسوأ، يعني ربما جل المؤرخين أو أغلب المؤرخين يتفقون على أن أغشم استعمار أو احتلال هو الاحتلال الفرنسي. نعم. فهو الذي أتى ليدمر الإنسان ولم يأتي من أجل الثروات فقط. صحيح أنه أتى بالثروات وأخذ الثروات وبنى وشيد بها، ولكن هو أتى بفكرة تدميرية، بفكرة كما يقولوا حضارية، تغلب حضارة الحضارة. فتعرفون أن العمل العسكري الفرنسي لم يكن وحده، كان بالموازاة مع عمل فكري وعمل مخابر. نعم، هناك أعمال أخرى كانت تسير بالتوازي مع العمل العسكري. وبالتالي فنجد أن الجزائري في أي سنة من السنوات خاصة المتأخرة نجد أن الفرد الجزائري أصبح شبه محطم من جميع النواحي. نعم صحيح. سواء كان من جانب ثقافي، من جانب اقتصادي، من جانب اجتماعي، تفكك الأسرة، تفكك المجتمع، كما يقولوا حاربوا الأسرة، حاربوا الاسم، حاربوا التسلسل الأسري، حاربوا الثقافة، حاربوا الدين، حاربوا اللغة، حاربوا كل شيء، بمعنى جعلوا أن الإنسان الجزائري من درجة ثانية أو ثالثة في البشر. ولذلك فالأوضاع كانت جد مزرية، جد مزرية. فهذا ظرف داخلي كان يعني يفجر، يعني ينطق الحجر فبرك البشر. ثانيا الجانب الخارجي، كان العالم العربي كان كله تقريبا تحت الاحتلال، إلا بعض الدول كانت نوعا ما شبه مستقلة. كانت هناك حركة شعبية في أفريقيا، في أستراليا، عفوا في أمريكا اللاتينية، هناك حركة تحرر في ذلك الوقت بدأت تتحرك لحد ما. ثم بعض العوامل الخارجية الأخرى في أمريكا لما ظهرت الأمم المتحدة وظهرت نوعا ما نوعا ما حقوق الإنسان وبعض الأصوات التي تنادي بتحرير الشعوب وتقرير مصيرها، هذه كلها إلى حد ما وفرت شبه مناخ مساعد. لكن الأساس والأساس الحقيقي هو الجواب على السؤال الثاني هذا، هو تستطيع أن تقولي معجزة ولكن لا معجزة مع الله. نعم صحيح. فقلت قبل قليل لا جامعات ولا معاهد ولا، فأنا أقول العكس، يعني جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت أكبر جامعة. صحيح. وكانت أكبر حضن، وكانت أكبر مدرسة، وكانت أكبر مخبر. أنتج، لا نقول ربما ثورة فقط، أنتج جيل مغاير. هذا الجيل هذا لما خاطب عبد الحميد بديس رحمه الله الجيل الذي فجر الثورة، بن بولعيد وكريم بالقاسم وعميروش ومثلا بطاط وهؤلاء المجموعة وبالمهيد وغيرهم، نجد أن أعمارهم في 1954 تطرح من 23 إلى أكبرهم كان بن بولعيد هو 37 سنة أكبرهم. هذا الجيل في عهد بديس لما قال مقولته يا نشوى أنت رجاء وبك الصباح قد اقترب، فخذ الحياة السلاح وخذ الخطوب ولا تهب. هذا الجيل كان عمره 6 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات، يعني هو خاطب الجيل الذي فجر الثورة. صحيح. وكأن الكلمة أو الندى التقطه هذا الجيل وخزنه لما وصل إلى سن الرشد فجر الثورة.
إذن في المدرسة كانت مدرسة كبيرة جدا وهي مدرسة البيديسية، يعني شئنا ما بين فهي مدرسة فجرت الثورة وجعلت الجيل، لأن نحن لما نتكلم عن الأجيال كلها كافحت من عهد الأمير عبد القادر حتى إلى الثورة الجزائرية التحريرية، لكن الجيل الذي آمن بالنصر وقام من فراغ، قام بأعزل شبه أعزل، يعني قام بوسائل بسيطة، فكانت قوته في إيمانه. صحيح. ولذلك فالمدرسة كانت مدرسة بيديسية وهيئت ل 1954 مدارس حرة وكونت أجيال. ولما قرأت ميثاق جمعية المسلمين في البند الثالث يقول هذا البند هذا أن الجمعية جمعية إصلاحية ليس لها شؤون في السياسة. هذا ذكاء كبير جدا، يعني ذكاء كبير جدا أنه يبقى بمنأى عن الضغوط الفرنسية رغم أنها لحقته، ولكن يبقى بمنأى عنها حتى يستعني يكون جيل يوم بالانعتاق والثورة، وهو ما حدث فعلا في 54. الجيل الذي خاطبه بلغ سن الرشد وفجر الثورة بكل ما يملك من إيمان وقوة، وكانت لها لمسة كما قال قبل قليل الأستاذ المتقى، لمسة الدينية، وهي عقبة نافع. وبسم الله الرحمن الرحيم، ونذكر نداء نوفمبر نقرأه أدبيات الثورة الجزائرية كلها أدبيات إسلامية. أستاذ علي العبيدي، ربما يعني دكتور في التاريخ المعاصر والحديث، حديثي عن الجامعات ربما في السابق هو حديث عن الجامعات المعهودة، قال لم تكن لنا جامعات وأكاديميات هكذا للتكوين حتى يفجر هؤلاء رحمه الله تعالى الثورة المجيدة، لكن بحديثنا هكذا بهذه التميز الذي صنعته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانت متميزة. أستاذ علي العبيدي، ربما أنا هكذا نحن في الجزائر لدينا شهادات حية ربما من عند أجدادنا، حتى في السجون، السجن الذي هو يعني في بعض الأحيان يربي الإنسان وهو دائما نعتبره يعني أمر سيء يحدث للإنسان، لكن السجن بالنسبة للجزائري أثناء الاستثمار الفرنسي كان متميزا، يعني هناك بعض الأجداد حتى جدي الله يرحمه إلى آخره وبأجدادنا أيضا درسوا على أيدي جمعية العلماء المسلمين في السجون التي الاستثمارية التي كانت تقيمها هنا في الجزائر محتشدات أيضا، فبالتالي هناك من درس ربما هذه شهادة ننتظر دائما تأصيل لها العلمي، أنه دائما السجون كانت تلعب دورا كبيرا في تربية الناشئة وتربية الأجيال على الدين الصحيح وعلى أهمية الجهاد في سبيل الله ودحر هذا الاستثمار الفرنسي. عودة لك الأستاذ أمين بتقى، دائما في أهمية الجهاد، الشهداء لا يموتون، وهذه الأرض رويت بدماء الشهداء، كيف يمكننا اليوم أن نعيد لنفوسنا لقلوبنا هذه الأمانة الغالية جدا، بما أن الشهيد هو عند الله سبحانه وتعالى وربما يرانا ويسمعنا، نحن دائما ننتظر التأصيل الديني في هذا الأمر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. الشهيد هو حي عند ربي سبحانه، أجره مفروغ منه وهو يتنعم، لكن ما هو واجبنا تجاه هذا الشهيد؟ صحيح. هذا الذي ينبغي أن نقف عنده اليوم، فنعلم أبناءنا في نوفمبر، يعني أن نوفمبر هو شهر الثورة، هو شهر الجهاد في سبيل الله عز وجل، هو شهر التفاؤل، ونحن نتكلم تفاؤل، يعني الناس ما كانوش يشوفوا المستقبل يقولوا له متى يعني تحوس، فقال ابن باديس من رام شعب الجزائري مسلمون وإلى العروبة ينتسب، وذكر نفى الإدماج ونفى وكانوا يطالب بما تيسر من حرية في ذلك الوقت، يعني هذه معاني ينبغي الآن أن نربي عليها أبناءنا، وحد يحكم وليداته على بالكم وش كان برومي نوفمبر. مرة أنا سألت أبنائي التلاميذ، يعني سألتهم هكذا، فقلت له كانت عطلة أظن أول محرم، بعد قلت له وش صار في أول محرم ما على بالش، قلت له أول نوفمبر ما على بالوش، وخمسة جويلية، خمسة جويلية يعرف فقط بلي كان صطاد واسمه سان جويلية، خمسة جويلية. يعني للأسف الشديد هذه المعاني ينبغي أن نحييها في قلوب أبنائنا، بلي كان هنالك ثورة. صحيح. كما قال ابن باديس عليه رحمة الله، إن الجزائري لم يثر ولكن فرنسا ثورته. ثورته بماذا؟ كما ذكر الدكتور، ثورته بالجرائم التي كانت قامت بها. صحيح. جرائم إنسانية، جرائم في اللغة، جرائم في الأمية، يعني نشر الأمية، وكذلك محاولة القضاء على مقومات. صحيح. الجزائري. نعم. احنا
كان عندنا الاسم الثلاثي الشجرة العائلية معروفة. صحيح. فلما جات فرنسا لازم يكون الاسم واللقب. صحيح. اللقب احنا في بعض المناطق يسميوه النقمة. نقمة. وهي نقمة يعني لأنها حرفت كثير من. صحيح. الألقاب والأسماء. فاحنا في مثل هذه المحطات نذكر أبناءنا بجرائم فرنسا. نعم. فرنسا الاستعمارية قامت بجرائم، والحمد لله اليوم أول ما ندخل الجزائر تقابلنا منارة المسجد الجامع الجزائر، قبل ما أن كانت يقابلنا صابيل الصليب تاع الكنيسة. صحيح. والآن اسمها المحمدية بعد. نعم. ما كان اسمها لافيجري. صحيح. هناك كانت مجازر وقعت عبر التاريخ، محاولة التنصير. فهذا هو واجبنا الآن، واجبنا. نعم. أن نذكر أبنائنا به، كان اسم شهيد، كان اسم مجاهد، كان ثورة مباركة 54. علاش اختار العلماء، اختار هؤلاء سادتنا، نقولهم سادتي. صحيح. اختاروا أول نوفمبر لبداية الثورة لأنه شهر ربيع الأول، شهر المولد. صحيح. النبوي، يعني ارتباطها دائما بهذه المناسبات الدينية. صحيح. احنا مسلمون وديننا هو الإسلام، وهذه أمور ينبغي دائما، لكن تحتاج إلى أن نسقيها. صحيح. ودائما نجدد الكلام ونعاوده ونعاوده، ما تقولش أمل، ما تملش في الكلام فيها. صحيح. يتكلم الحمد لله فيها الإمام في المسجد، والإعلامي في المنبر، والأساتذة في حجرات الدراسة، وربي قدرنا إن شاء الله على هذا الإحياء هذا. نعم، شكرا لك أستاذ أمين بدقة. نعود للدكتور العبيد علي. أستاذي دكتور، إن شاء الله تعالى يكون هذا الفضاء فضاء قناة القرآن الكريم دائما إن شاء الله متاح، نلتقي دائما في الخير، دائما للكلمة الطيبة. المشاهد الآن يشاهد فينا هذه الرسائل المتميزة التي إن شاء الله توصل إلى كل قلب جزائري. أستاذ العبيدي علي، ربما ثقافة الاتصال والإعلام أثناء الثورة التحريرية المباركة كانت متميزة وتجلت كما قلتم في بيان أول نوفمبر. هذا البيان المتميز الذي يعبر عن قدرة فكرية رائعة جدا ومتميزة على تعبئة الجماهير، بمجرد صدور هذا البيان احتضنه الشعب الجزائري، فكيف فكر هؤلاء أيضا يعني بموازاة مع حمل السلاح والمواجهات العسكرية إلى الاهتداء ربما إلى سبيل متميز وهو سبيل الإعلام، إعلام الآخر، إعلام الشعب الجزائري بأن هناك ثورة إن شاء الله تعالى ستؤتي أكلها عما قريب. نعم، فعلا كما يقال من ملك الإعلام ملك السلطة. نعم. ومن ملك الإعلام ملك القوة. فيعني أباؤنا وأجدادنا المجاهدون والذين فجروا الثورة بالذات، الذين فكروا في الثورة وفجروها، كانت لهم رؤية شاملة ومتعددة. فنجد في سنوات تقريب 53 51 52 يعني السنوات التي سبقت الثورة بقليل، نجد أن العمل كان كثيف جدا. فلم يقتصر العمل على قال ثورة فقط، ولكن الثورة كانت عنوانها حملة السلاح، ولكن بالموازاة مع السلاح كانت هناك أعمال متعددة. أولا الإعلام، نجد أن الثورة لما انطلقت انطلقت بإعلام خارجي. وانطلقت بإعلام داخلي. الإعلام الخارجي تمثل في صوت العرب، وإعلام داخلي تمثل في الشعب. تعرفون أنتم في تقسيم المجاهدين هناك ثلاث أصناف المقاومين. الصنف الأول هم المجاهدون الذين يحملون السلاح، والصنف الثاني الذين يسمون بالمسبلين، والآخرون يسمون بالمناظرين. فهؤلاء المناظرون هم الذين كانوا يحملون الأخبار وينقلونها من مكان إلى مكان، وهم أناس مجندين بلباس مدني. هؤلاء الناس كانوا نجدهم كانوا رعاة، كانوا تجار، كانوا بطالين، كانوا فلاحين، كانوا ربما حتى ربما خارجين عن الأسر الاجتماعية، ولكن كانوا يحملون أخبارا ويحملون أسرارا وينقلونها من مكان إلى مكان. ولذلك الثورة الجزائرية تميزت بالسرية والإعلام. من ناحية أن إعلامها كان سري جدا، ومن ناحية أنها إعلام متعدد خارجي وداخلي. فيذكر أن كرمك الله حيوان كان بين المجاهدين، وهذه موجودة في كثير من الأماكن. أنا شاهدت يعني في 1965 أو 66 تلقيت مع شخص رحمه الله اسمه عمار قلالة، وهو عم الصحفي قلالة والأستاذ قلالة سليم. نعم. عمه اسمه عمار، كان عنده كرمكم الله والملائكة والبقاء عنده بقل اسمه أبيض.
فسمعته يناديه سرجان، نعم بهذه السميه هذه. نعم. فلما سال جدي قلت له عليه سميه سرجان، كان معاه تكلم له قال له هذا كان في الجيش يحمل السلاح، ولما يسمع الطائره أزيز الطائره يبرك على الارض، معناها هذا الحيوان طوع لكي ينقل السلاح نعم. الى مكان سبحان معين الله. سبحان الله. بالبشر نعم. ثانيا نذكر جيدا ان عندي جدتي رحمه الله تذكر انني في مره من المرات كان المجاهدون في بيتنا يتناول العشاء، فلما سمعوا بأزيز او صوت الحافلات عفوا الشاحنات العسكريه وعرف بان الجيش ربما يدهم البيت، فخرج المجاهدون الذين كانوا في البيت على الباب الخلفي وهو رحمه الله زريبه الحيوانات نعم. الى الغابه، فبقي مجاهد وهو ما ربي يرحمه اسمه عامري محمد عامري عبد الرحمن، وضعته جدتي بين رجليها وغطته بلباسها وشدت في الحبل كانها ستلد، فلما دخل المجاهدون وجدوها قالوا ماذا تكلم ذاك الجندي السنغالي للفرنسي قال له انها ستلد فتركوها، حتى لما خرجوا خرج ذاك المجاهد ربي يرحمه اسمه عبد الرحمن عامري وخرج التحق بزملائه. فهذاك الاعلام هذاك نينجا جاء من الشعب، الشعب كان مطوع وكان نعم. مهيئ لان يكون نعم. الاعلام بسريه وبدقه. نعم نستسمحك استاذ العبيدي علي نواصل الحديث ان شاء الله تعالى في بعد قليل. استاذ امين بدقه شكرا لكم على الحضور، ان شاء الله فرصه اخرى كلمه اخيره ربما في هذا المجلس. كلمه اخيره الوفاء نعم. فلنعيش على ما ماتوا عليهم ان شاء الله يا رب، هذا الوفاء فقط ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك. اذا مشاهدينا افضل ندعوكم الان لمتابعه هذا البورتري لمجاهد الهاشمي تزروت من اعداد زميله دلال ماضي، نعود بعده بحول الله تعالى، ابقوا معنا. المجاهد تجزوت الهاشمي المدعو سيل هاشمي أو جليس من مواليد العام 1939 بمنطقة أورير سيدي عيش إحدى قرى بجاية، شاهد على ظلم واضطهاد الاستعمار الفرنسي وما جرى من أحداث ومعارك ضارية بالولاية الثالثة التاريخية. البريمير جيروبياسيون جمال جو خرجوا العسكر كان موالفين كيجيو الملك فادو يجيو من جهة أدكار، جهة أدكار كان واحد من المغرب يقولوه المدرية قريب ليك جان وتفرا، نديروهم لهم بسكات تما خطرتين ضربناهم تما، جاو راه تشجع ياكلو الضربة باسكو تما ما نخافوش الطيارة ما نخافوش حتى حاجة، غابة كبيرة. هذاك النهار عشيناهم باش نضربوهم كيف كي شفناهم، وقبل ما يجيو هذوك صبنا العسكر كانوا مورانا العساسين تاعنا، دروك نقلنا نوضنا من هذاك المضرب نروحنا واحد لابيست هكذا اللي تروح لاكتيال مولونتين، عرسيناهم تما باسكو الناس البلاد هذيك تاع اكفادو يعرفوا قالت لك هما رايحين المضرب هذاك، عرسيناهم تما. وقبل ما يجيو ثاني هذوك كاين واحد الطريق تحتنا واحد 30 متر ولا تحتنا شفنا العسكر يجوزوا ماشي موالفين هكذا ماشي موالفين ياسي، صبنا روحنا هذوك يجيو والاخرين مورانا، واش درنا جبدنا روحنا شويه في قعدنا في وسط الطريق هذاك وتخبينا تما، ومن بعد شويه جات الكونفو لا بيست هذاك كان صابوطيا، ومن بعد الجيني جاو لي كاميون كونفو د كاميون لحقوا تما عطاوهم رموهم البالات وكلش باش يداروا الكازما تما، والاخرين يجوزوا في الطريق هذاك ما فاش يحبسوا ماشي 100 ماشي 500 ماشي، وما شويه كي طلع نهار مليح شفنا طيارات كل نوع نتاع طياره هذاك الجبل ولا كي زرزوره طيارات يدور لي هليكوبتر لي بومباردي لي وسمعهم سمعناهم يضربوا في ماشي عندنا يضربوا في الجوية اخرين، بقينا هكذا حتى العشيه اروح درك تخرج من تما وين نروح نصيبوهم وين نروحوا باش نخرجوا الغابه هذاك نصيبوهم كامل كم الناس يعرفوا البلاد مليح
تاع الناس كفادو هذا يعرفوا الزين هذاك الغابة تاع كفادي يعرفوها كما ضروا. كامل صبنا خرجنا واحد جبل هكذا يقولوه تقبع فوق الدسران تاع غير القرون تاع أذكار وكفادو هذا. كان موالفين نروحوا لحد غير نزكري نروحوا لبينكسيلا. كي لحقنا تما شفنا ولات مدينة هذاك لابيس فيها 33 كيلومتر ما رقع بلي فار ما رقع شعلوا نار سامعي قبل سيسي الفو بأربع أيام ولا خمس أيام كان ثلج فاك فادو. حبتنا باش نروحوا لواحد الدوار نروحوا لتقريت يقولوا تقريت في لاكومين تاع الشميني هذا. ولكن دخلنا في واحد الشرا الفلاي هذاك واحد صاحبي يقولوا عبد القادر نرزاق اللي جا لكفادو ومعنطار ولفي الله يرحمه ساعة بالقدر الله يذكره بالخير مازالوا في بويرة. كان اختو ثما وكان مرتو ثما ساكنوا عند اختو. دخلنا ثما باش عطونا العشاء تاع عشينا باش نروحوا. هذاك العجوز قالوا البرد كيما هذو كلش وعلاش تروحوا ريحوا دبتوا ولا عسكر اليامات ما يخرجوش. قعدنا بثنا هذاك النهار دوزيام جور كيف راحوا قلت لهم كيفاش تروحوا البرد وكلش ريحوا معنا راكم مهنيين. قعدنا اللون دوما كان اخت بنت اخت ساعة بالقدر هذا كل صباح تخرج ديخو في طريقة تسبيوني ولات خافت خلعت شويه ولات قال لهم خرجوا العسكر المضرب وين كان يتجمعوا الناس. ريحنا قلنا روحوا خرجوا باش ما كانش دخلوا الباب حنا عندنا السلاح ندافع على رواحنا ونضبوا راسنا. هذاك العجوزه قالت لي والله ما نخرجوا ولا موت انتم الله لا يولي واحد يا روحوا تخرجوا. قالت لي والله ما نخرجوا كي حنا كي انتم ما تموتوا احنا عزيز خير منكم. قعدت شويه الطفله هذاك ولات الطفله هذاك ولات باش تزيد تشوف ولو العسكر هذاك ولا وين راحوا. واحد الساعه بري وقل ساعتين ولات جابت لي تراكت بي بور نو زونفون. كاين الطفل والطفله مصورين بي بور نو زونفون سيسي الفو. قلت كيفاش سيسي الفو هذا. قعدنا ما خرجناش شويه بري واحد الساعه بري ولا نص ساعه سمعنا توليو وتحيه الجزائر. حنا قعدنا حتى المغرب خرجنا وصبنا الدنيا مقلبه واحد يبكي واحد يعيط تحيه الجزائر وهذا الاخر. والعسكر كانوا يتفرجوا في لاكاريت باسكو كاين الكازيرنا تما فوق الشرا. قالوا درك الشيء اللي عشناه كاع عندنا شجاع عندنا الكوراج قبلنا العجب ماشي ما تجيش واعر علينا. ولكن دروك كاين حاجه اللي واعر علينا دروك كي تجيونا الناس وراه بابا تسمى كعبك وراه خويا وراه وليدي كيفاش تقبلوا هذا. من اجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح اراضي يهديكم ربي. خليو الموتى خليو الشهداء ترانكي ما سمحت ما احتاجوش الصب ديالكم ولا خليهم ترانكي. اللي ماتوا في 1830 ولا حتى لدروك اللي ماتوا خليهم ترانكي يخدموا لا تيوب لحاجه اخرى. خليو الموتى ترانكي ربي يرحمه. هذا احنا عباد ما كاش ما درتش غلطه سورتو لي لحق اليد نتاع السي عمار. شحال من واحد قال لك بيا كنت تلحق في يدهم يدوروا فيك واش يحبوا. داروهم صلي بالسيرب وحرقوهم بالشاليم وقلاهم الروس نتاعهم دروك ماتوا خليهم ترانكيل الله يرحمهم. من أجلك يا طني.
يا ذات المليون شهيدي أهديك هتافي ونشيدي أهديك غناء وقصيدي وقصيدي أديك سلاما يا جزائر. يا هتافي ونشيدي يا ذات المليون شهيدي أهديك هتافي ونشيدي أهديك غنائي وقصيدي أهديك غنائي وقصيدي أهديك سلاما يا جزائر. يا ذات المليون شهيدي يا ذات المليون شهيدي أهديك هتافي ونشيدي أهديك غنائي وقصيدي أهديك غنائي وقصيدي أهديك سلاما يا جزائر. بلد الأبطال أحييك والخير مرام. بلد الأبطال أحييك مشاهدين الأفاضل، دائما مستمرون معكم عن برا خامسة تلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم في الجزائر. سعداء جدا بأن نخدمكم في هذا اليوم العظيم ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة. يسعدنا الآن أن نتشرف بوجود الكشافة الأعضاء الكشافة الإسلامية الجزائرية بأستاذ منير نعيم وهو قائد فوج بالكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الحميد المدي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شرفتنا بالحضور اليوم في قناة القرآن. الله يبارك فيك، نشكركم على هذا الدعوة الكريمة. نعم. لا شكر على واجب. معنا أيضا الأستاذ محمد علام مكلف بالإعلام والاتصال عام سواء الكشافة الإسلامية الجزائرية. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. نعم، ألفنا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية دائما ترافقنا في المناسبات الوطنية. تميزتم وأبرزتم نشاطاتكم، فحق لكم أن نتابعكم وأن نرافقكم هذه المرافقة الإعلامية. شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الأفاضل، نسعد بوجود كل فرقة الكشافة الإسلامية، فرقة نجوم العاصمة للإنشاد. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. تفضلوا كل من ليان إكرام سارة ريما وهشام، نستمع ربما للأنشودة التي حضرتموها لنا اليوم، تفضلوا. كنت فينا أزمان حب التضامن عنده أصله عنوان عشنا التراحم والكرم من كل ألوان والأخوة تقوي ظهرنا وتعلي الشان. يا كحنا يا خاوة
نشكر فرقة النجوم العاصمة للإنشاد، شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم في قناة القرآن الكريم في الجزائر. الحقيقة هذا ما نعول عليه مشاهدين الأفاضل لرفع راية الوطن عاليا دائما، وإن بحثت باقي الأمم والحضارات في كيف يمكنها أن تجمع على رأي معين، الجزائر دائما تجمع على خلفية الثورة التحريرية المباركة التي كانت معجزة بكل تفاصيلها. ندعوكم الآن إلى هذه الجلسة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية. طبعا رحبت بكما دائما، أنتما يعني أنتم دائما يعني تربون هذا الجيل على قيم الوطنية، على حب الوطن. أستاذ محمد علام مكلف بالإعلام والاتصال، ما هي أبرز نشاطات في هذا الفاتح من شهري نوفمبر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة في هذا اليوم المبارك، يوم من أيام الجزائر التي لا تنتهي هذه الأيام. يعني تاريخ الجزائر مليء بالذكريات الرائعة والملاحم التي قام بها أسلافنا وأجدادنا، الحمد لله. الكشافة الإسلامية الجزائرية كعادتها وككل مناسبات وطنية ومناسبات أخرى حاضرة في الميدان من خلال أبناء الكشافة الإسلامية الجزائرية، يجتهدون لإيصال ويعني ترسيخ الذاكرة الوطنية في نفوس الفتية والشباب، وهذا هو الهدف يعني من بين الأهداف الأساسية للكشافة الإسلامية الجزائرية. فكانت الاحتفالات يعني انطلقت قبل أول نوفمبر، فكانت الاحتفالات في من خلال معارض في الأفواج الكشفية على مستوى الجزائر العاصمة، أيضا من خلال يعني ندوات حضرنا يعني جلها خلال الأيام الماضية. فكانت مناسبة لاسترجاع ويعني ترسيخ الذاكرة الوطنية في نفوس الفتية، أيضا من خلال المسيرات ويعني تعريف بالشخصيات الوطنية. يعني حضرنا بالأمس حتى الساعة يعني الواحدة صباحا يعني ملاحم جد ورائعة قام بها أبناء الكشافة الإسلامية رفقة السلطات الجزائرية، من خلال مسيرات، من خلال يعني رفع للعلم الوطني الجزائري في مختلف بلديات الجزائر العاصمة.
فالحمد لله الكشافة الإسلامية الجزائرية حاضرة ويعني متواجدة في كل المناسبات الوطنية لإيصال وترسيخ الذاكرة الوطنية في نفوس الفتية والشباب. نعم، شكرا لك أستاذي محمد علام. ننتقل مع الأستاذ منير نعيم وهو قائد فوج بالكشافة الإسلامية عبد الحميد بن باديس رحمه الله، هكذا سميتها فرقتك يعني الكشفية، وتسهرون أيضا وتعكفون على تربية ناشئة على حب الأناشيد الوطنية، هذه الأناشيد التي لم تأتي من العدم في الجزائر، دائما كانت لها خلفية ثورية متميزة، لطالما رافق النشيد الوطني الفعل العسكري والمسلح أثناء ثورة التحرير المباركة. كيف تعكفون على زرع حب الأنشودة وقيم الأنشودة إن صح التعبير في نفوس الناشئة؟ المهم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا دائما نبدأ من منطلق الطفولة، أنه كاين يعني أطفال يجونا في الفوج وكذا، ثم راح نكتشفوا هذه المواهب، والحق لقينا بزاف إقبال على هذا الأناشيد، كذلك تانك المسرح والأوبرا. احنا كنشوفوا هاد الأطفال يعني عندهم حب الأناشيد كذا، احنا يا بالاختصاص تاعنا انه نبداو ننفورميو فيهم، نعلموهم وكذا، سي نورمال الجانب الموسيقي، الجانب تاع كيفاش يؤدي، كيفاش كذا. من بينها انه هاد يعني الشباب اللي جازوا دوكا غناو، وحنايا درنا منافسه على مستوى محافظه ولايه الجزائر، يعني هذه الطبعه الثانيه. العام الماضي درنا الطبعه الاولى، أعطينا لها شعار نجوم العاصمة، كان شارك فيها أكثر من 50 فرد. نعم. من الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى ولاية الجزائر. من بعد رحنا يعني بهم مراحل. نعم. وكانت الأمور صعبة مع الكورونا والآخر. صحيح. عبر واتساب استقبلنا الفيديوهات تاع المشاركين، من بعد درنا تصفيات ورحنا خرجنا ربعة فائزين. مي ما حبسناش في هذيك المرحله حتى وتكرموا، مي متكرموا جهه واحده اخرى، رحنا دخلناهم استوديو حبينا ندوهم الاحترافيه وانه هذا الفرد هذا ما يبقاش غير معناتها يطور هذيك الموهبه تاعو. ومن بينهم هذا الشباب اللي هذا العام شاركوا في النجوم العاصمه رقم 2، والحمد لله وراكم سمعتوا. نعم. إن شاء الله. نعم. نزلهم آفاق. شكرا لك أستاذي الفاضل وبارك الله فيك على هذا التكوين المتميز. طبعا ليان وإكرام سارة وريما وهشام، تحية لكما لكم جميعا، حضركم قناة القرآن الكريم اليوم مميز إن شاء الله تعالى، ربي ينجحكم إن شاء الله في الدراسة وفي العلم. وأيضا الأناشيد ودرب الكشافة الإسلامية هو درب آمن لكل الشباب، لكل الأطفال، لكل ناشئة، فإن شاء الله تعالى أيضا قناة القرآن الكريم تسعد بوجودكم دائما، إن شاء الله دائما ترافقونا أيضا في فرص أخرى بحول الله تعالى. نتحول أيضا للدكتور الآن للتأصيل العلمي، دكتور العبيدي علي، مضامين الخطاب التعباوي للأناشيد الثورية. دكتور مهم جدا، كنا نتحدث عن الإعلام والاتصال ونتحدث عن هذه الأناشيد وخلفيتها المتميزة التي صنعت التميز في ثورتنا، ثورة لم تغفل شيئا عن المؤسسات الحضارية كالكشافة الإسلامية الجزائرية، وأيضا لم تغفل دور الأناشيد الثورية، هذا الغناء أو هذا التغني والإنشاد للروح الوطنية لضرورة دحر أو هذا المستدمر الغاشم. ما دور كل هذا بصفة عامة في الثورة التحريرية المباركة؟ طيب، هذا الجانب الإنشادي والجانب الغنائي صح التعبير، هو يدخل في إطار أيضا تحميس المجتمع وتحميس الثوار وتحميس المجتمع على المواصلة، وفي نفس الوقت إعطاء دفعة كبيرة للمجاهدين. نعم. ثم الاعتزاز بالثورة واعتزاز بالوطن والاعتزاز بالتضحية تقولب في ماذا؟ في أناشيد. هذه الأناشيد كانت عبارة عن دعم معنوي للثوار وللمجاهدين. إذن لما نسمع الآن الكشافة الإسلامية الجزائرية، هي طبعا مكون من مكونة المجتمع، وهي أيضا كانت رافد من روافد دعم الثورة. نعم. على غرار الاتحادات التي أسست أثناء الثورة، اتحاد النساء. نعم. الجزائريات واتحاد العمال الجزائريين. صحيح. هذه الجمعيات وهذه المكونات كلها كانت تهيكل في المجتمع الجزائري. فالشهيد أحمد وراس رحمه الله أخذ تجربة من الماضي
وكما نقولوا فرغها في اجيال، كان ينظر نظره بعيده ان يكون هذا الشاب الصغير او هذا الفتى الصغير لكي يصبح شابا يافعا وواعيا متمكنا. نعم. ولذلك فالكشافه نجدها انها هي التي تحمل النقاء الفكري المرحلة الأولى، ثم تصل إلى مرحلة الفتوة أو الشباب ليكون في مرحلة أخرى متقدمة من تحمل المسؤولية. نعم. إذن فالكشافة الإسلامية الجزائرية هي نعمل هيئة في المجتمع الجزائري. صحيح. وأيضا حتى اختيار الأناشيد المتميز نتحول ربما للكشافة الإسلامية الجزائرية محمد علام وأيضا منير نعيم ممثلين عن الكشافة الإسلامية، حتى اختيار الأناشيد متميز أيضا، هذه المحاكاة وهذه المقاربات التي تطرحها الكشافة الإسلامية من خلال أناشيدها شيء مدروس جدا، ليس عبثي، لا يأتي من العدم. دائما هناك ربما دراسات وهناك كتاب يكتبون بخلفية علمية وثقافية. تفضل ربما المزيد عن هذا الموضوع. نعم، احنا يا دائما اول المنطلق اللي راح نبداو به انه راح نوجهوا رساله. صحيح. والرساله لازم تكون هادفه وخالده. احنا دوك ما نديروش اغنيه تاع عام ولا وتموت. صحيح. احنا لازم كما قالوا نديروا الاغنيه هذيك اللي غدوه الاجيال تتغنى بها. نعم. تبقى كما نقولوا النشيد الوطني قسما غناوه صافي بيان لونطون، هو نشيد رسمي جزائري. وكي نسمعوه يشوك لحمنا باسكو فيه كلمات يعني عندها قيمة وعندها يعني تتعايش مع الإنسان. تأثير. نعم تأثير. أما كلمات أخرى اللي كما نقولوا تزول. نعم. فهمنا تاع بريود هكذا. صحيح. وهذا هو الهدف. نعم. تاعنا أنه دائما نروحوا للناس يعني. صحيح. قل أهل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوك حنا كل واحد والجانب تاعه. صحيح. ممكن أنا اللحن الآخر والناس تدرس. صحيح. قال ورانا حابين نوصلوا كيفاش نحمسوا تانيك ليجان تانيك. صحيح. فهمتي؟ نعم. أستاذ محمد علام، دراسات علمية الآن كبيرة جدا في مجال الإعلام والاتصال، ربما ندخل في صميم ربما بثكم هذه القيم في نفوس الناشئة، كيف تجدون ربما هذه الفرص المناسباتية ربما على خلاف كل الدول والأمم الأخرى؟ الجزائر لها مناسبات رائعة جدا يمكنها غرس من خلالها المبادئ هذه الأساسية لحب الوطن، كيف تجعلون من هذه الفرص يعني فرصة سانحة يعني تحفيز الناشئة على حب الوطن، على دعم بعض القيم المتميزة في المجتمع الجزائري؟ والله احنا ككشافة إسلامية جزائرية او يعني إعلام نركز على هذا الجانب من خلال يعني التكنولوجيات الحديثة. نعم. يعني من مواقع التواصل الاجتماعي، من يعني تسجيلاتنا لفيديوهات تبرز يعني تاريخ الجزائر و يعني ملاحم الجزائر، ف يعني نعمل على هذا يعني من خلال انتاجات يعني إعلامية في المجال التاريخي تنقل ويعني تتوارث للأجيال حتى يعني لا تنسى. وأيضا نقوم بتصوير يعني مع عمدائنا في الكشافة الإسلامية الجزائرية يرون يعني تاريخهم يعني الكشفي أو ربما حتى مجاهدين، عملنا معهم يعني فيديوهات صورناها ونقلناها للأفواج الكشفية حتى على الأقل نتوارثوا هذاك يعني. ما الذي تميز في الفاتح نوفمبر 2021 على خلاف باقي كل الاحتفالات الأخرى؟ هل هناك قصة جديدة؟ هل هناك شهادة جديدة أثرت فيكما ونقلتموها لهذه الناشئة؟ على يعني هذه ربما المبادرات مهمة جدا أن نسمعها من جديد، أن تتكرر على مسامعنا بعض القصص بعض الروايات. الكشافة الإسلامية، ما هي أبرز الشهادات التي حضرتموها؟ ما هي أبرز ربما النشاطات هكذا المتميزة اللي كانت في نوفمبر 2021؟ والله النشاطات كثيرة يعني لما تشوفي الإنتاجات نتاعنا ككشافة إسلامية الجزائرية نعمل دائما على. نعم. الإنتاج الجديد، فالشهادات تعتبر شيء مهم. نعم. في يعني العمل الكشفي خاصة الإعلام، لما نقول الكشافة الإعلام يبرز العمل نتاعنا، إذا ما كانش يعني إبراز بالإعلام. وشهادات يعني تختلف عنا عمداء اللي عملنا معهم ريبورتاج غير كيما، منهم من توفى ربي يرحمه والان راح ننشروه، ممكن ان شاء الله يتم نشره هذا يعني خلال شهر نوفمبر هذا، لانه شهر نوفمبر هو شهر احتفال يعني. نعم. كامل يعتبر بالنسبه لنا يعني شهر الاحتفال بهذه الذكرى، فان شاء الله ستكون اعمال بهذه المناسبه لنقل او ترسيخ الذاكره الوطنيه. نعم. في نفوس الفتيه من خلال الاعلام. نعم، ربما تحول الاستاذ
علي العبيدي أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر. أستاذ نتحدث اليوم ربما عن الدراسات العلمية حول هذه وسائل الاتصال التي كانت خلال الثورة التحريرية المباركة، التي من خلالها ربما نستقي بعض الأساليب والأسس في التأثير على النفوس الجزائرية. ما حال الدراسات؟ هل هناك اهتمام الطلبة بهذه الدراسات خاصة في مجال الأناشيد، تعبئة الجماهير من خلال الأناشيد هذه الوطنية، الكلمة الطيبة أيضا لها صداها الكبير والواسع لدى الرأي العام؟ والله في الحقيقة لست ملما بالبحوث حول الأناشيد هذه والأغاني، ولكن فقط هناك يعني معهد الإعلام والاتصال طبعا عنده دراية كبرى، وخاصة ما تركه الأستاذ المرحوم زهير حدادن. ثانيا هناك دراسات ربما في الآداب نجدها، ولكن ليس لست ملم بها، وإنما عندي معلومة أن هناك دراسات في الآداب حول حول الأغاني، حول مثلا مثل أغنية الحيزية، أو مثلا بعض الحكايات أو الحكاويات القديمة، كان هناك دراسات من طرف الأساتذة المختصين. لكن الجانب هذا في الدراسة التاريخية لم يأخذ يعني حيز واسع. نظرا لماذا؟ لأن عنده ميل أدبي أكثر، ولذلك هناك تخصص يسمى ب لسانيات، لا ليس لسانيات، وإنما في يسمى أدب الرحلة، أدب الخطاب، أدب الخطاب الثوري. هذه أيضا تدرس من ناحية، ولكن دراسة قليلة جدا. نعم، شكرا لدكتور علي العبيدي. نواصل الحديث بعدك إن شاء الله تعالى بعد الاستماع للأنشودة الثانية اختارتها فرقة نجوم العاصمة للإنشاد. يلا تفضلوا.
ثمن بالله العالي رب العالمين يا عيال مكيلاني وجبال خرين ثمن بالله العالي رب العالمين يا عيال مكيلاني وجبال خرين يا عيال مكيلاني يا أرض صلاح الدين العربية شايع في البلدان فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان إنهم أصحاب التضحية من خافوا عديان سبيل الله والحرية إحنا المجاهدين إحنا المجاهدين بدينك روحي ومالي حلف لك بيبي بدم الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا عيال مكيلاني وجبال تخرين قسما بالله العالي رب العالمين يا عيال مكيلاني وجبال تخرين يا عيال مكيلاني يا أرض صنع شكرا لكم. شكرا لليان إكرام سارة ريما وهشام. شكرا لكم أعضاء فرقة نجوم العاصمة للإنشاد فرقة تابعة للكشافة الإسلامية الجزائرية. لخصتم الكثير الكثير من الكلمات من القيم المتميزة من خلال أنشدكم. إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله. وشكرا على حضوركم معنا اليوم في قناة القرآن الكريم. شكرا. تلقوا في فرص أخرى بحول الله تعالى. إذن عودة ربما للنقاش في ختام هذه الجلسة. أولا أشكركما على احتضانكما هذه المواهب حتى لا تذهب في طريق يعني غير محمود. أنتم دائما تصوبون الوجهة إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم. كل هذا ربما كلمة أخيرة في ختام هذه الجلسة. دائما أبواب قناة القرآن الكريم مفتوحة للمؤسسة الرائدة في الجزائر الكشافة الإسلامية الجزائرية. شكرا جزيلا. يعني من خلال هذه الأناشيد يعني لنا رسالة حبينا نلحقوها لهؤلاء الأجيال. يعني مع وش رانا نشوفوا يعني ربما الأغاني وغيرها احنا نخترنا هي صعبة آخر. لكن إن شاء الله تعالى في الجزائر ليست صعبة. أكيد الحمد لله يا ربي. نعم. إن شاء الله ربي يوفقنا لكل خير من خلال الكلمة الهادفة كما استمعنا الآن. وهذه المواهب ندعموها إن شاء الله ونشجعوها باش تتميز إلى الأفضل بحول الله. نعم. شكرا منير نعيم. سيد منير نعيم قائد فوج بالكشف الإسلامية الجزائرية عبد الحميد بن بديس. كم هو هذا الاسم كبير وكبير جدا. وعندما نذكره عبد الحميد بن بديس الشيخ عبد الحميد بن بديس أيضا نذكر القيم والمبادئ كما كان يتحدث الدكتور علي العبيدي أنه بفضله تحررت الجزائر بفضل مبادئه بفضل القيم التي كان ينشرها في الشعب الجزائري. أنتم تواصلون هذا الدرب. اخترتم هذا الاسم ليس اعتباطيا إنما لمبدأ في نفسكم. تفضل سيدي. نعم الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس وهو مدرسة كبيرة ما نقدروش كما يقولون نوصفوها. لكن احنا نكملوا دائما الدرب تاع العلماء انه يعني سمينا هذا الفوج هذا فوج عبد الحميد بن باديس الكشافة الإسلامية الجزائرية اللي تأسس سنة 1984 حوالي شحال من سنة. المهم جازوا أجيال وأجيال والحمد لله كما قالوا الفوج هذا عمل على مستوى يعني محافظة ولاية الجزائر ومثل يعني بزاف يعني قام بنشاطات عدة ولكن
كما قالوا نشأة مليحة. نعم الحمد لله. حبي يقول دوكا كي نتلاقوا يعني بالشباب اللي نعم. تربوا في الفوج كشفة. الحمد لله يعني هذه هي الثمرة. نعم صحيح. شكرا. أنا نقول لهم الثمار ما تبانش في الصغر. نعم. تبان في الكبر. شكرا نعم. بارك الله فيكم وفي جهودكم. ليس غريبا على الجزائر أن يحبوا وطنهم أن يبذلوا النفس والنفيس في سبيله. لقوا فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. نشكر أيضا القائد سمير شتوان قائد في فوج كشفي على مرافقته هذه الفرقة الإنشادية. إن شاء الله في ميزان حسناتكم كل هذا الجهد الذي تقومون به خلف الكاميرا لكن نحن هنا نشاهد. إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله تكون معنا هنا في البلاتو ولما لا. أستاذ دكتور علي العبيدي شكرا لكم على حضور في قناة القرآن الكريم. كلمة أخيرة وأعلم أنه الفضاءات مهما خصصنا الفضاءات الإعلامية لا تكفي حق الثورة الجزائرية المباركة. ماذا أقول لك في هذا الختام؟ شكرا مرة ثانية على الدعوة. لكن مهما قلنا ومهما يقال فهذا يوم عظيم جدا ويوم يوم لعنوان كبير هو الثورة التحريرية. ماذا نقول بدل ملايين الشهداء؟ ماذا نقول بدل ملايين المجاهدين؟ ماذا نقول بدل الشعب الجزائري؟ ماذا نقول بدل تضحيات؟ ماذا نقول بدل الدماء التي يعني كل شيء يتكلم الجزائر. فبالتالي عبد الضعيف لا استطيع ان اتكلم بكلمه وجيزه واشمل كل شيء لان هذا شيء يحتاج الى اجيال واجيال تتوارثه وتتكلم عليه باستمرار لانه منبع لا ينضب من تضحيات ومن الاشاده بها. فشكرا للمجاهدين وشكرا لرجال الاعلام وان شاء الله الجزائر دائما من الحسن الى الاحسن وان شاء الله ان نطلب من الله تعالى ان يحفظ بلادنا من كل شر. شكرا بارك الله فيكم دكتور علي العبيدي. نلتقي فرص اخرى باذن الله تعالى. باب قناه القران الكريم دائما مفتوح للتاصيل العلمي في الثوره الجزائريه وفي تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر. اذا مشاهدينا الافاضل ندعوكم الان لمتابعه هذا الروبورتاج حول مساهمه ارباب العمل في دعم الثوره التحريريه المباركه. نعود بعده بحول الله تعالى. ابقوا معنا. شكرا بارك الله فيكم. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. احتفاء بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة نظمت الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة ندوة ثقافية بدار الثقافة أحمد عروة بالقليعة. زمنا مع إحياء ذكرى 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة ارتأت الرابطة الجزائري للفكر والثقافة فرع ولاية تيبازا تنظيم هذه الندوة الثقافية الأولى بعنوان مدى مساهمة الهيئات المالية وأرباب العمل في دعم الحركة الفكرية والثقافية. وأعتقد يعني مسبقا أن الكثير من الناس عندما يشاهدوا مثل هذا الموضوع هذا ما سبق لهم شوين بينما في الأمم العريقة والأمم المتقدمة هذه الشركات والبنوك وأرباب العمل وحتى الخواص كلهم يساهمون في الإقلاع للحركة الفكرية والثقافية والعلمية في بلدهم بالنسبة للمطبوعات بالنسبة للأفلام بالنسبة للرحلات بالنسبة لكل ما له علاقة بالجمع الفكري والثقافي. المجد للشعب. المجد للشعب. هذه الندوة عرض من خلالها أهم القيم التي استندت عليها الثورة الجزائرية كيف كانت مساهمة أرباب العمل في تمويلها واندلاعها وأهمية ذلك اليوم لدعم الحركة الفكرية والثقافية في الجزائر. تاريخ الجزائر فسيجد أن مجتمعنا الأبي دوما كان سباقا في أن يمول من تلقاء نفسه المشاريع الفكرية والثقافية فهو سلوك محمود كتب له بماء الذهب والأمثلة في ذلك كثيرة. من كان يمول الثورة الجزائرية تجد أرباب العمل وأصحاب الشركات والشعب الجزائري بمختلف مشاربه حتى هذاك الفقير يمد واش عنده. المغتربين انتوعنا في فرنسا الحكومة المؤقتة الميزانية نتاعها تم تمويلها بنسبة 80% من ميزانية الحكومة من اشتراكات المغتربين والأمثلة في هذا الصدد كثيرة جداً.
فقط أشير أن التمويل راهو متجذر في المجتمع الجزائري، عندما يجد القدوة الحسنة أمامه فهو يندفع لذلك. تخلل هذه الندوة أعمال فنية لإحياء محطة مفصلية في تاريخ الجزائر، توحي مشاهدها مدى تمسك جيل اليوم بتاريخه ومبادئه.
مشاهدينا الأفاضل أنه اليوم يوم إجماع هكذا دائما، وإن اختلفنا في باقي الأيام، اليوم هو إجماع يجمع الجزائريون اليوم على حب الوطن، على أنه أنها كانت ثورة حقيقية يشهد لها العام والخاص. اللهم وفقنا لحمل مشعل الثورة في قلوبنا، أمين يا رب العالمين، ولخدمة وطننا المفدى الجزائر الحبيبة. إذا مشاهدينا الأفاضل، مفاجأة برنامج الضحى الخاص اليوم، نستقبل مجاهد قائد وملتحق بالصفوف، أو مجاهد في الصفوف التحرير في جبهة التحرير الوطني، وهو محمود سيدي الفاضل وأستاذي محمود عرعار. السلام عليكم، صباح الخير، شرفتنا بالحضور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به الحصة هذه، وهذا بيترحم على روح الشهداء، نعم، الأبرار اللي بفضلهم رانا اليوم عايشين في الاستقلال والحرية، ورانا نتمتعوا بجوها وبمائها وبسمائها وآخره. وكذلك كما أرحم في نفس الوقت أستاذي الفاضل محمود عرعار، اليوم قناة القرآن الكريم هذا الوقت هو ملك لك. نحن اليوم ننصت ونستمع ليس فقط في داخل الوطن، إنما كل أنحاء المعمورة يجب عليهم أن يسمعوا بأن في الجزائر حدثت ثورة مجيدة بفضلكم أنتم، ونحن سعداء أن نستمع لكم وننصت أن ما حدث بالأمس لم يكن بالأمر العادي. هذه الشعلة يجب أن نقضها في قلوبنا. شكرا سيدتي، ورحم كما قلت لك على شهداء الواجب. نعم، شهداء الواجب. وكذلك أن بهذه المناسبة نتمنى لكل الشعب الجزائري السعادة والهناء إن شاء الله، وتمتع في الحرية، حرية والاستقلال تاع الجزائر، لأن كلكم تعرفوا الجزائر الاستقلال ما جاش بالصدفة، جاء بفضل تضحية شهداء رحمهم الله، وفضل مجاهدين، وفضل مواطنين كذلك اللي ساهموا في تحرير هذه البلاد. نعم. بالنسبة للثورة ما قدرش ندخل في المهم في التفصيل. الثورة كانت عارمة وكانت تعم كل القطر الجزائري. ما فيش منطقة اللي ما ساهمتش في هذه الثورة. المساهمة كانت حسب الإمكانيات، حسب المناطق، وحسب الكفاءات نتاع كل منطقة. نعم. بالنسبة لنا احنا كمجاهد اللي عشنا هذه الحرب، عشناها في ظروف خاصة بالمنطقة تاعنا، ولا تطرقت اليوم إلى هذا باش نذكر هذه المنطقة، هي الحدود الشرقية. نعم. الحدود الشرقية التونسية الجزائرية. هذه الحدود القرية الشرقية، السكان تاع هذه كل الحدود اللي هم قراب الحدود التونسية، كلهم ساهموا في الثورة. نعم. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. معناها ندخل معناها مباشر غير مباشر، لان كانوا ساكنين في الحدود كلهم، اما كما قلت لك اما دخلوا في صفوف جيش التحرير، وكاين منهم اللي انحرفوا راحوا مباشره مع الاستعمار. نعم. واللقوميه والحركه الى اخره. نعم. هذا نخليهم على جهه. دونك ندخلوا مباشره فيما يخص الناس اللي شاركت في هذه الثوره. نعم. بالنسبه للعائله تاعي انا، احنا من عائله ثوريه. نعم. عائله ثوريه. نعم. الاب تاعي رحمه الله كان شارك في الحرب العالمية الأولى. نعم. والثانية، وين تمكن باش يتحصل على خبرة، وين تحصل كذلك على أسلحة كان اغتنمها من عند القرآن، مشراها من عند الوقت الأمريكان كما جاء الأمريكان، وين خزنها. نعم. خزنها وشارك ساهم بها في اندلاع الثورة. نعم. كمثال نعطيك، كان الشيخ بابا كانوا في الغزو الامريكي بين الحرب بين المانيا وفرنسا، كانوا جاوا دخلوا الامريكان. بابا شرا من عندهم انفيزي مترايور متاع رشاش، وين كان مخبيه في مطموره داخل 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 الفيرما تاعنا. احنا عندنا فيرما، عندنا اراضي، والناس عايشين ما شاء الله. على اخباهم دونك كي جيت طلعت الثوره، الشيخ بابا ربي يرحمه، جاوا المجاهدين طلبوا منه، قالوا لي لابد باش ساعدنا. راح في هذاك الليل، وانا كنا في هذاك الوقت كنا صغار،
راح في الليل حفر بهذاك المطموره في الليل نسمع، حنا كنا صغار راقدين نسمع طف 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 حتى جبد هذاك الفيزيمتريار هذاك المدفع الرشاش واعطاهم للمجاهدين واعطاهم كذلك الصندوق تاع الذخيره الحربيه اللي ضدوا معه. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه هذه بالنسبه للبابا، قلنا نوصل لينا وقال العائله الاخرى كذلك ساهم معهم في هذه الحرب بخمسه بنادق صيد، لان بابا كان عنده فيرما كان يصيد ولا باس به وكلش، ساهم في الثوره هذه بخمسه بنادق صيد وهذا التاريخ راه يشهد له. هذه بالنسبه لا لا. احنا ثلاثه خوه مجاهدين، ثلاثه خوه مجاهدين، عندي اختي كذلك مجاهده، ابن عم اولاد عمي كلهم مجاهدين. هذا بالنسبه لي. نعم. لو كان نرجع الموضوع تاع بالنسبه لي انا، نعم. انا محمود عرعار زايد في مود افريل 42، نعم. بلديه الحداده ولايه سوق هراس، انخرقت في جيش التحرير الوطني في سنه 1958. نعم. ماهوش بالصدفه، لانه كان لابد من اسباب حتى تسمح لنا باش نخرطوا في هذا الصفوف. نعم. في هذا الجيش. استاذ محمود عرعار، ربما المشاهدين الافاضل الان يشاهدون في استاذ محمود عرعار المجاهد حتى فرقة النجوم العاصمة الكشف الإسلامية أيضا هي تستمع الآن معنا في قناة القرآن الكريم، أبت إلا أن تستمع لحديث المجاهد محمود عرعار، لأنه يستحق أنه كل واحد يستمع إلى هذه الحكايات المتميزة، هذه البطولات. أستاذي الفاضل محمود عرعار، نعود للحديث ربما عن كيف لم أشيد أو أشيد بما يراه الأستاذ محمود عرعار. أستاذ محمود عرعار والمجاهد لا يرى في الأوراق كي يتحدث، إنما هي ذاكرة متواصلة وكبيرة جدا والمعلومات محفوظة، إنما هو ينظر في ألبوم الصور الذي هو أمامه، وهي صور معبرة جدا عن الثورة التحريرية، صور أخذها مع المجاهدين الأفاضل. وإن شاء الله ربما نتمكن من هكذا من يعني إيصال هذه الصورة لكم مشاهدين الأفاضل في هذا المقام، مقامات أخرى أيضا لقناة القرآن الكريم، ربما نأتي إلى البيت ونصور هذه الصور ومختلف الأمور التي كانت عندكم حول ثورة تحرير المباركة. فقط هذه لتنويه، لأنه الأستاذ محمود عرعار لديه هذه الصور ربما التي تمثل له الكثير. سيدي الفاضل، هذه الصور تمثل مشاركته، ربما نستطيع ربما يمكن أن ترينا بعض الصور هكذا. هذه الصور نعم نتاع أصدقاء، نعم. نتاع مجاهدين، نعم. أصدقاء عاشوا معي في حرب التحرير، نعم. نعم. عاش معي في حرب التحرير. هذه الصور متميزة تحكي نعم هذه كلهم مجاهدين في جيش التحرير الوطني، نعم. عشنا مع بعض، نعم. نفس المرحلة. تقدر تحكي لنا أستاذ محمود عرعار على قصة من قصص هذه الصور؟ قصة هذه الصور، هذه الصور كلها مأخوذة خلال حرب التحرير. نعم. شحال كان في عمرك أستاذي محمود عرعار؟ دخلت انخرطت في صف جيش التحرير كان عمري 16 سنة. الله يبارك. والخيرات تاعي كيفاش كان؟ كانت الأسباب. احنا كنا نسكنوا في قريه حدوديه، كنا نسكنوا في الحدود، نعم. يعني وكانت في القنبله نتاع سقيط سيدي يوسف في 58 8 فيفري فرنسا كانت قنبلت، نعم. قنبلت هذيك القريه، لان علاش؟ لان كذلك القنبله فيها عايشين فيها بزاف المجاهدين، وكان المجاهدين هي عباره عن مركز عبور، نعم. جزء منطقه حدوديه، منطقه حدوديه ومركز عبور، وكانوا المجاهدين اللي ثم يتلقوا السلاح، وذاك السلاح، نعم. هذو اصدقاء استاذ محمود عرعار، هذو اصدقاء زملاء الدرب، كلهم زملاء عشنا مع بعض، وكل نعم. كلهم عشناهم في حرب التحرير. هناك من استشهد استاذ محمود عرعار؟ 70% مستشهدين، 70% من هذا اللي تشوفهم شهداء، كلهم شهداء. كان يتوفوا وقت حرب التحرير، وكان يتوفوا بعد حرب التحرير. استاذ محمود عرعار، شنو هو الدافع؟ ما هو الدافع الذي كان يدفعكم؟ ربما كانت عمركم صغيره 16 سنه 17 سنه، ما هو الدافع يعني هكا لما تتحدثوا بيناتكم هكذا، ما هو الدافع الاساسي؟ العهد الذي عهدتموه على انفسكم حتى انه 70% من هذه الصور يعني كلهم شهداء، يعني ربي يحفظكم ربي يطولكم في عمركم انتم. الدافع الأساسي هو أننا مقتنعين بمرمى تسكين بالدين الإسلامي، نعم. الحمد لله تسكين بالدين الإسلامي والجهاد، نعم. الجهاد في سبيل الله، لأن كل من يغامر سبحان باش يشارك في حرب التحرير اعتبره شهيد، نعم. لأنه رايح للموت، نعم. ما كانش عنده يعني أغراض أخرى، ما كانش عنده الاختيار ولا أول. كل من خرط في هذا المسار الا وكان الامنيه تاعو انه يستشهد، النصر او الاجتهاد، نعم. وكل صراحه باش ما نبعدش عليك،
أستاذ محمود عرعر، حدثنا على صورة، حكاية صورة من هذه الصور. أنا حكاية صورة، عندي صورة، عندي زوج صور خاصتي أنا حتى اللي كنحكي لك عليهم. نعم. ومن بعد عندي ملاحظة خاصة باش ندخلوها في خانة التاريخ، لأن لحد الآن مازال ما ذكرهاش في التاريخ. وهذيك نعم. نعم. ماذا بيا نحكيها لك باش على الأقل اللي تكملوا بها على الأقل تدخل في إطار التاريخ. كلنا الصورة، نعطيك الصورة مباشرة هنا، هي يوم 19 مارس. نعم. 62 يوم مازال ذكرها. يوم 19 مارس 62 19 مارس، نعم 19 مارس 62 وين القياده تاعنا طلبت منا باش نروحوا نعلقوا العلم. نعم. العلم تاع الجزائر. نعم. على تحقيق العلم تاع الجزائر باش نعلقوه. نعم. في مقابل الثكنة العسكريه تاع فرنسا باش يعرفوا باللي النصر انتهى. النصر. 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 نعم هذه لقينا تاع العلم تاع باش كنت معاهم استاذي محمود. انا صورت. نعم ما شاء الله يعني. انا صورت هذه من ناحيه. وانزل العلم الفرنسي و لا 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 احنا كنا في الجبل. نعم احنا كنا في الجبل في الغابه، وفرنسا كانت الكازانات تاعهم قبل تمرين. نعم قبل تمرين وباش نبين لهم باللي رانا احنا ورانا يعني ند للند مش ند للند احنا تعديناهم تعدينا هذا الشكل. نعم. مش ولي ند ولا اكثر منهم اقوياء اقوياء عليهم ولو عاد يخافوا منا عاد ما يخرجوش من الكازانه تاعهم. سبحان الله. ونحكي لك القصه الاخيره نخليها للاخر. نعم. كيفاش احتلينا الكازانه تاعهم، كيفاش دخلنا لها، كيفاش علقنا فيها العلم تاع الجزائر، كيفاش علقنا فيها العلم تاع الجزائر، وكيفاش حتى وصلنا للعلم تاع الجزائر. قبل ما نوصل هذه واحد المركز يقول له كان تاع الورد. ها هنا هذه الصوره ماذا بينا تاخذها بكل الصوره هذه هنا، هذا علم تاع الجزائر. سبحان الله. علقناه يوم 19 مارس، كانوا ثلاثة أصدقاء، كان المتحدث وكان هذا سلطني يحمد وكان هذا يحمد. ألو كي علقناهم كي رفعنا العالم جات الطيارة الصفراء هذيك كما نسموها التيسيس هذيك جات باش احنا ظنينا باللي راح تقذفنا والطيارة الخاصة. مكان بالضبط. مكان هذه في اسمه هذه في مقابل اسمه مقابل القالة. القالة في نعم. في الحدود. حدود الشرقية. حدود الشرقية. حدود الشرقية مقابلة وش يقولوا نسيت اسمح لي. نعم معليش معليش. في جهة القالة. في جبل تاع القالة رمل السوق رمل السوق والعيون وعين إسماعيل هذه كلها ثكنات عسكرية اللي كانت كلها كنا نكافحوا فيها احنا. نعم. هذه بهذه المناسبة احنا باش نبرهنوا لهم باللي رانا في الاستقلال ودينا الاستقلال علقنا هذا العلم. نعم. علقنا هذا العلم اللي راه قاعد اليوم. وبعد جات الطيارة الصفراء. جات الطيارة الصفراء بكت علينا هكذا. ظننتم انه القصف احنا ظنناها باش تقصفنا. خلاص. وهذه الطيارة الصفراء يعني ببساطة هي تضرب لي روكيت. نعم. تضرب نعم. ما هذه ما اللي سلكي سيبلي خلاص ما يموت مباشرة. الو مين أرواحنا تما شوي وانا ما هي ما قصناش. سبحان الله. هذه بالنسبة لل وقصفتكم لا ما قصناش ما ضربتناش. نعم. يعني كان 12 على 12 بي 12 بيل تاع 19 مارس. ايه ايقاف مارس. نعم هو تاريخ ايقاف القتال اقتل وقت نعم اطلاق النار. نعم في اطلاق النار في عيد النصر في عيد النصر. بالنسبة دركا اللي حبيت نتأكد على حوايج فقط. نعم تفضل تفضل. هذا كان عندي قصة حبيت نحكيها لكم. نعم. لظاهرة عشناها هي أن واحد المركز يقولون مركز جوارد. هذا مركز جوارد موجود تكنة عسكرية من وقت الرومان. في أي ولاية؟ في بلدية سقهراس. سقهراس. ولاية سقهراس. بلدية الحدادة دائرة الحدادة مقابل سقيط سيدي يوسف. نعم. جت على كيلومتر من الحدود التونسية. هذه تكنة عسكرية كانت فرنسا ممكن وقت فرنسا كان يديروا فيها الكوارد سابيل دي كارت فورسي كانوا. نعم. هم يسكنوا فيها تما باش يعسوا الغابات الى اخره. نعم. بعد ما كي طارت الثوره داروها ثكنه عسكريه. داروها العسكر وهذاك كان الكوارد هذاك هي عباره على مركز استراتيجي يراقب كل ما حوله اي حاجه تزغد الا ويشوفوها. ويشوفها علاش؟ يشوفوها لانهم يمنعوا تتنقل الجيش التحرير اللي كان موجود في الحدود. نعم. باش تنقل من مكان الى مكان كنا ننتقلوا اغلبيه الاوقات ننتقلوا في الليل خطر. نعم. علاش الليل؟ لان المكان اللي عايشين فيه هو عاري ما فيش. نعم. ما فيش لا غابات ولا اي حاجه. التنقل تاعنا كان دائما يمشي في الليل. صحيح. هذه الكازرنه هذه طغات علينا طغات وصلت طغات واثرت علينا بزاف. كان عده مجاهدين اللي ما توفوا فيها استشهدوا خطر علاش؟ هذيك هي اولا زياده على الحصن تاعها زادوا داروا بها الاسلاك الشائكه وزادوا دوروا بها ليمين انتشار
لي مين انتي جروب لي مين انتي بيرسونيل لي مين نابال اسمها هذا كل المفردات ما راحش بالعربي يعني الموت محتوم مات يعني خلاص وبعد مثلا ثكنا هنا على 500 متر ولا 600 متر مدورة بأسلاك شائكة ومزودة بألغام ألغام عدة الأنواع كل أنواع باش باش نتقربوش ليها هذاك كثكنة هذيك درت لنا صعوبات كبيرة في وقت الثورة كان كل ما نروحوا باش نضربوها إلا خلوا زوج ثلاثة شهداء ويتولوا واسمه وكان لابد خذ ممدن رحمه الله بدا اعطى بعث قرار قال لك هذه الثكنه لابد طيروها لابد تزاح وقبل ما نطيروها كان حاجه اخرى نحكي لك عليها قبل مش منفوت ما تفوتنيش كان الشعب تاع المحيط اللي عايشين في المعزل يعني ليمهم كل في طنبوش كنا في ريغروبمون احتشادات دائما قريب للثكنه هذه وفي الثكنه هذه كانوا نعم مراقبه خاطر علاش باش يقطعوا الاتصال بين المجاهدين والشعب نعم خاطر علاش لان يعني الشعب كان يزودنا في هذاك الوقت بالماكله وكان يزودنا بمعلومات هو يعسل التحركات تاع الاستعمار يجيبهم لنا وحنا من خلال المعلومات اللي نستقبلها من ثم نديروا اساليب استراتيجيه كمائن نديروا الكمائن دي زومبيسكات باش نضربوا هذوك نعم الو كما هذيك واش درنا هذوك كما طنبروا هذاك الشعب كما طنبروا جمعوه في هذاك الروغو سنتر نعم حنا جانا امر قال لك لابد باش تخرجوا هذا الشعب اللي راه قاعد اليوم حاصرته هذا الثكن العسكري لابد تخرجوا جانا اوامر قال لك تخرجوا جات اوامر من القياده تاعنا قال لك لابد باش تخرجوا هذا الشعب كامل باش هذاك الشعب واش درنا له؟ درنا استراتيجيه احنا الفيلق اللي كنا فيه الفيلق العاشر فيه اربع كتائب الكتيبه الثانيه راحت تعس تراقب تحركات مش تحركات تعس الكازرنات العسكر الثكنات العسكريه المكانات العسكريه اللي دعمه مدافع الونغ بورتي سي دي كانون الونغ بورتي باش هما اللي يحاموا على هذيك الثكنه العسكريه تاع الكوارد هما يحاموا عليها واش يديروا الكوارد لما يشوفوا الخطر جا ولا حاجه يامروا مباشره هذاك الثكنه العسكريه اللي متواجده على 5-6 كيلومتر يبداوا يقنبلوا يضربوا فينا يعطوهم لي ريبير تاعنا يعطوهم المواقع تاعنا ويبداوا يقنبلوا فيهم دونك درت لنا صعوبات واش درنا لهم حنا درنا لهم خطه مضاده وهذوك الثكنه تاع العسكريه كانوا متبعدين 5-6 كيلومتر 7 واش يديروا كل اسبوع هذيك الثكنه العسكريه يروحوا يجيبوا لهم كونفوا تاع العسكر باش يغذوهم يجيبوا لهم مواد الماد واش نديروا حنا نقطعوا لهم الطريق نروحوا ندير لهم ديزامبيسكات نعسوا مع بالنا باللي كل اثنين تجيو الكونفوا تاع العسكر نروحوا نديروا لهم بيسكات ونضربوهم نقصوا عليهم نديروا واحد ساعه ساعتين ومن بعد نسلم الاستعمار واش دار ما قدرش يعني حرمنا له اللي قطعنا له الطرق عادي يجيب الطيارات عدد تجي الطياره اولا تكشف المقار اذا ما كانش مثلا دي زامبيسكات ومن بعد كنهي يجي العسكر يعاد ولا يجيبوا بلي شهر بلي طرطوش باش يشوفوا واش كنا نديرهم حنا نديرهم لمين نديرهم الغام الغام ضد التحركات لا الغام ضد الطانك هذوك ضد السيارات المدرعه تاعهم كلش وكل مره واش نديروا حنا نختاروا الوقت المناسب لما تنفجر القنبله الهجوم نهجموا عليهم نهجموا نضربوا تجمع معاهم ساعه ولا تخطيط استراتيجي محكم ايه ومن بعد نروحوا نرجعوا هذاك القضيه نتاع القضيه تاع الطنبور هذا الطنبور خرجناه واش درنا فيه قريب حوالي 600 عائله اللي كانوا ساكنين تما هذو كلهم كانوا في الدوائر كل خرجناهم علاش خرجناهم قال لك لابد باش تخرجهم حتى هكذاك باش نعزلوا الثكنه العسكريه باش ما تلقى فيها حتى واحد خاطر ما في هذاك الطنبور كاينين بعض قوميه وحركيه كانوا يسكنوا تما نعم الوغ كانوا وكانوا بعد باتوا تما لا اله الا محمد رسول الله قلت لك كانوا يدوا الاخبار فرنسا وكل شيء احنا باش نخرجوا باش نقطعوا لهم كل الخيوط نقلنا هذا نعم باقي هذوك كيفاش درنا الطنبور درنا الاستراتيجيه واش معناه درنا كاين اربع كتائب حكمت الكازانه هذيك اللي عندها المدافع كتائب اخرى حكمت تضرب
تضرب في الكازانة مباشرة تنطعق ورد باش تحبسها ما تكشفناش حنا وحنا وانا احنا كنا من نفوج اللي باش نخرجوا الشعب صح. واش درنا لما انطلقت على 11 تاع الليل بالضبط انطلق الرصاص بداوا يضربوا في الكازانة ورد الاخرين بداوا يضربوا يعني نعم في الاخير واش تقدر تلخص لنا مجاهد استاذي محمود عرعار الوقت يداهمنا شوف الاستاذ محمد الدكتور يعني كلامك كامل راهو على فوق راسنا من فوق وجهادك وهذا التخطيط الاستراتيجي المحكم ان شاء الله مقامات اخرى قناه القران الكريم دائما معاكم نغطي هذا القصص ان شاء الله تعالى القصص المتميزه لك شكرا وبارك الله فيك اذا مشاهدينا الافضل بهذا ناتي الى ختام البرنامج نعم تفضل نعم شوف انا بهذه المناسبه باش نختمها نعم وختامها كل مسك نعم ان شاء الله نتمنى من الشباب تاعنا نعم. هذا نداء موجه الى الشباب نعم. شباب الجزائري وخاصه الشباب اللي ما عندهم اي معلومات عن التاريخ الوطني نعم. عندهم معلومات اذا نقول لهم هذه الجزائر ما جاتش هبان موت صحيح هذه الجزائر ضحوا عليها شهداء وماتوا عليها رجال حافظوا عليها هذه امانه نعم. واسمعوا لا بد تحافظوا عليها وانا نقول للقائمين على قناه القران الكريم انهم يعاودوا يرجعوا لك استاذ محمود عرعار في بورتري ان شاء الله طويل هكذا باش نتعرفوا اكثر على ثورتنا ان شاء الله المجيده شكرا فرصه سعيده ان شاء الله نتلاقوا فرص اخرى ان شاء الله شكرا اذا مشاهدينا الافاضل هذا هو البث المباشر ربما اردنا ان نستمع الكثير والكثير لكن لا غالب هذا هو الوقت يداهمنا هذه هي ظروف الاعلاميه ان شاء الله تعالى اذا مباشره مع فرقه الكشافه الاسلاميه نجوم العاصمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من أجلك عشنا يا وطني نهدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نغدو بالماضي في ثقة والحاضر يعلم